مساء الخير واهلا بكم في حلقه جديده من ترانز على شاشه القناه الاولى. جمعنا لكم كل الاخبار اللي اهتميتوا بيها على مدار الاسبوع على السوشيال ميديا، ودلوقتي هنبتدي زي ما عودناكم دايما بفقره ترانز اوف ذا ويك. طفل غزه، حرب القمامه، عوده سيد زيان، ودلوقتي تعالوا نعرف كل التفاصيل. لسه الأحداث في فلسطين متصدرة الترند في كل العالم وفي كل وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن من بين كل الفيديوهات والصور اللي انتشرت الأسبوع ده اخترنا فيديو حقق ملايين المشاهدات بسبب تجسيده لمعاناة الشعب الفلسطيني. وزي ما احنا شايفين الفيديو ظهر فيه طفل رضيع وهو نايم على سرير أطفال محروق وسط الخراب والدمار، وإخواته الصغيرين بيحاولوا يسكتوه ويلعبوه في مشهد بيجسد البراءة والمعاناة مع بعض. كلنا بنسمع ونشوف أخبار عن الحروب كل يوم، وبنشوف أشكال وأنواع مختلفة من الأسلحة، ولكن الفيديو اللي معانا النهاردة واللي تصدر الترند عالمياً هنشوف فيه نوع جديد من الأسلحة في الحرب اللي دايرة ما بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، وده بعد ما أرسلت كوريا الشمالية مئات البالونات الطائرة واللي كانت مليانة بالقمامة وروث الحيوانات وأسقطتهم على البلد الحدودية لكوريا الجنوبية، وحذرت كوريا الجنوبية السكان وطالبتهم بالبقاء في بيوتهم، وده بعد ما تم إسقاط أكتر من 260 بالون مليان بالقمامة وبكميات كبيرة جداً. انتشر في الأيام اللي فاتت فيديوهات للفنان سيد زيان، والبعض افتكر إنها فيديوهات مصنوعة بالذكاء الاصطناعي، ولكن بعد وقت قليل اتضح إنها فيديوهات لمواطن كويتي يشبه الفنان الراحل بشكل مش معقول، وده اللي خلى الفيديو حرفياً يحقق ملايين المشاهدات على السوشيال ميديا. ومن كتر انتشار الفيديو اتفاعلت معاه أسرة الفنان الراحل، فشفنا بنته إيمان سيد زيان وهي بتعمل شير للفيديو وهي بتكتب عليه بعض الكلمات في حب والدها الراحل، لدرجة إنها قالت إنها بتتمنى تشوف الشخص اللي في الفيديو على الحقيقة. وعشان نتعرف أكتر عن رد فعلها لما شافت الفيديو هيكون معنا دلوقتي مداخلة من الأستاذة إيمان سيد زيان. إزيك يا إيمان؟ إزيك حبيبتي؟ عاملة إيه؟ الحمد لله والشكر لله. الحمد لله. إيمان قولي لنا إيه كان رد فعلك لما شفتي الفيديو؟ والله أنا إلى الآن في حالة ذهول تام، وحالة ذهول مع حزن لأني نفسي أشوفه طبعاً. طب يعني أنت عارفة لسه النهاردة بتكلم بقول يعني أنا حاسة أبويا موجود في مكان وأنا مش عارفة أوصل له. طب أنت حاولتي تتواصلي معاه مع صاحب الفيديو على السوشيال ميديا؟ أكيد الصوت مختلف، أكيد الطباع مختلفة، بس في النهاية هو حتة من أبويا يعني شكلا، وهو باين عليه راجل طيب بصراحة زي بابا بصراحة. طيب حاولتي تتواصلي مع صاحب الفيديو على السوشيال ميديا؟ ما صاحب الفيديو بيقولوا قفل الأكاونت خالص. ها؟ متهيألي ده اللي وصلني يعني. طب بما انك معانا حابين نعرف منك حاجة عن الفنان سيد زيان الله يرحمه، بس كأب. أحلى أب بقى وأحن أب، وخلاص بقى الواحد اتكسر من بعده يعني. هو كان الحنية كلها والطيبة كلها، ويستخسر في نفسه عشان يعني هو كان بيعشق أولاده. أنا أتذكر مرة كنت معاه في لبنان، كان بيعرض المسرحية الأخيرة بتاعته هناك، وقعدنا شهر وشوية، فقال لي انزلي يعني اشتري حاجات لأخواتك وللأحفاد. فكان دايما يطلع في المسرحيه كده باربع تيشيرتات يعني، فبقول له طب يا بابا اجيب لك تيشيرتات يعني عشان دول بتطلع بيهم على طول؟ قال لي لا انا مش مهم، انا يعني بابا الحمد لله يعني مش محتاج طبعا. قال لي هات انت بس ليكي ولاخواتك والاحفاد كل اللي انتوا عايزينه. فهو هو هو اب حنون جدا جدا جدا، ما يحبش يشوف حد يعيط، ما يحبش يشوف حد زعلان. لا انسان جميل يعني، حتى مش في ولاده بس، في الناس كلها. هو تعامله، هو ده تعامله مع كل الناس. الله يرحمه، صالح مع نفسه يعني. الله يرحمه يا ايمان ويصبرك دايما، وتعيشي يا رب دايما وتفتكري له وتدعي له. ميرسي حبيبتي، ربنا يخليك يا رب. استاذ ايمان سيد زيان شكرا جدا لحضرتك. وبكده نكون خلصنا فقره ترندز اوف ذا ويك. ودلوقتي جه معادنا مع فقرة سكوب.
الأيام اللي فاتت كتر الكلام على السوشيال ميديا عن ظهور متحور جديد من فيروس كورونا اسمه JN1، واللي تم وصفه بأن هو سريع الانتشار لدرجة أنه بقى بيمثل أكتر من 62% من الإصابات في الولايات المتحدة الأمريكية، وبدأ ينتشر في عدد من بلاد العالم وخصوصا أوروبا. وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت من المتحور الجديد وطلبت المواطنين حوالين العالم بأن هم يتخذوا كل إجراءات الوقاية المتعارف عليها. وبما أن المتحور الجديد عامل قلق لناس كتيرة على السوشيال ميديا، هيكون معنا دلوقتي مداخلة مع الدكتور محمود الأنصاري استشاري المناعة. إزاي حضرتك يا دكتور؟ أهلا بيك يا ريم هاني. أهلا بحضرتك. في البداية عايزين نعرف من حضرتك إيه هي أعراض المتحور الجديد وإيه الاختلاف بينها وبين المتحورات اللي فاتت؟ خلينا نتفق مع بعض الأول إن المتحور الجديد امتلك صفة شوية مختلفة عما كان من قبل. أوكي. إن هو بدأ شوية معدلات الانتقال بتاعته مع ارتفاع درجات الحرارة. أوكي. وده إحنا لم نعتاده على النسخ المتحورة من فيروس كورونا على مدار ال4 سنوات اللي فاتت. بالظبط. هل الصفة الجديدة دي بقى صفة فريدة يعني احنا نتخض ونخاف ونقلق منها؟ الإجابة قطعا لا، لأن احنا اللي ساعدنا كتير جدا من الفترة اللي فاتت دي أمر مهم جدا، إن الفيروس لم يكن ولم يكون كما كان من قبل. ما بقاش الفيروس اللي يخوف ويخض ويقلق الناس إطلاقا، لكن الناس توطن في عقولها شوية موضوع إن كلمة كورونا يعني حاجة تخوف تاني. لكن الامر اللي موجود دلوقتي من النسخ المتحوره سواء القائمين دلوقتي او المتحورات اللي هتيجي كمان قدام شويه مش هيبقى فيه منها اي قلق او اي خوف. يعني احنا يا دكتور نتعامل معاها كانها برد عادي ولا كانها نازله معويه ولا خلاص احنا بطلنا نحبس نفسنا ال 15 يوم زي ما كنا قبل كده في الكورونا والكلام ده؟ هل احنا نتعامل معاه ان هو دور برد وهننزل بقى نتعامل عادي لما صحتنا ترد على طول؟ هل مفيش خطر بعد ما احنا ننزل ب4 ايام على اللي حوالينا؟ مفيش أي قلق إطلاقا لا منه ولا اللي هيجي بعد منه حضرتك، والأعراض بتاعته دلوقتي أعراض أخف بكتير جدا من اللي كانوا موجودين قبل كده. يمكن مننا اللي بيتصاب دلوقتي وبيبقى ساعات شوية من الرشح واحتقان الحلق وبعد كده الأمر بيخف تماما، واللي منهم دلوقتي بقى بيتصاب حضرتك من المرضى اللي بيصابوا بالمتحورات الجديدة ما بيظهرش عليهم كمان أي أعراض، فمعدلات الإصابة بقت أقل والأعراض بقت أخف. وكمان عشان نطمن الناس ما تقلقش وما تعزلش نفسك. اوكي، هل هو سريع الانتشار؟ شفنا في بعض الاماكن زي الولايات المتحده الامريكيه والمانيا حالات في مناطق معينه من الولايات المتحده الامريكيه والمانيا فيهم معدلات الانتشار سريعه. لكن ده لم يعمم على مستوى العالم، لكن امتلك هذه الصفه في بعض المناطق مش في كل الارض. واحنا يا دكتور لما يجي لنا المتحور ده نتعامل معاه كأنه هو برد وخلاص، صح كده؟ اتعاملي مع ان هو برد او نزله معويه، لان في بعض الافراد بيجي لهم دور من التهابات المعده مع دور من القيء والاسهال ويقعد معاه 2 3 والامر بينتهي، والبعض الاخر بيجي له اعراض تنفسيه واحتقان الحلق مع ارتفاع الحراره ووجع الزور وبعد كده بيخف برده خالص. دور برد عادي ما يقلقش وما يخوفش. دكتور محمود الانصاري بشكر حضرتك على المداخله وميرسي جدا. وبكده نكون خلصنا فقره سكوب. تعالوا نروح نشوف دلوقتي مع بعض فقرة السوشيال لاب ونرجع نكمل باقي فقراتنا، استنونا. دلوقتي جه ميعادنا مع فقرة السوشيال لاب، وزي ما انتم عارفين اننا في الفقرة دي بنعمل جولة سريعة في اكونتس فنان من الفنانين ونعرف هو بيعمل ايه على السوشيال ميديا مفترق طرق، واللي بيشاركها في البطولة كل من اياد نصار، ماجد المصري، جمانة مراد وغيرهم من النجوم، والعمل من اخراج احمد خالد موسى، وهو يعتبر النسخة العربية من المسلسل العالمي The Good Wife. اكتشفنا انها مهتمة جدا بالانستجرام ومتفاعلة قوي عليه، ولقينا عدد الفولورز بتوعها 3,600,000 فولور، وهي بتتابع 1,297 اكونت بس، ونشرت لحد دلوقتي اكتر من 1,000 بوست ما بين صورة وفيديو. طبعا اكونت هند صبري زي كل اكونتس الفنانين عليه صور من اعمالها وكل الشخصيات اللي مثلتها. اللي متابع هند صبري كويس هيعرف انها دايما ليها اختياراتها في ستايل فساتينها في المهرجانات الفنيه، ودايما كل اللوك بيختلف عن التاني. هند صبري بتحب جدا من فتره للتانيه تنشر فوتو سيشنز مختلفه، ولما دورنا عندها لقينا انها ناشره اكتر من 40 صوره ضمن فوتو سيشنز متنوعه. هنلاقي برضو انها دايما بتهتم بصحتها ولياقتها وبتحب تلعب رياضه جدا وبتنشر صور وفيديوز دايما ليها وهي بتمارس الرياضه. وبعد ما خلصنا جولتنا في الانستجرام بتاع هند صبري، تعالوا بقى نروح نشوف التيك توك، واللي
اللي هنلاقي فيه ان هند عندها اكتر من 900,000 متابع، اما هي فبتتابع 61 اكاونت بس، ولحد دلوقتي هند محققه 2,700,000 لايك. وبكده نكون خلصنا فقره السوشيال لاب. الفن بيعتبر قوة ناعمة لا يمكن الاستهانة بيها، وخصوصاً أنه بيقدر يوصل كتير من الرسائل المهمة لكل الناس وكل الشعوب بكل سهولة، وبيقدر كمان أنه يعكس الواقع ويجسده. النهاردة هيكون معانا فنانة فلسطينية متخصصة في الفن البصري، وقدرت بلوحاتها أنها تعبر عن كتير من معاناة الشعب الفلسطيني وعن القضية الفلسطينية، وده اللي خلى لوحاتها أنها تنتشر على السوشيال ميديا. منورنا النهاردة الفنانة البصرية شهد الشمالي. ازيك يا شهد؟ مرحبا. عامله ايه؟ الحمد لله. عامله ايه؟ الحمد لله، ومبسوطه ان انت معايا النهارده في ترند. وهنسالك اسئله كتيره عشان ناخد منك معلومات كتيره. ميرسي. اول حاجه عايزه اعرفها منك، ايه هو الفن البصري؟ يعني ايه معنى؟ اوكي. الفن البصري هو وسيله بتقدري تترجمي عن طريقها افكارك ومشاعرك او اي رساله انت حابه تحكي عنها الى شيء بصري، مادة بصرية بتقدري تشوفيها وغيرك يشوفها ويفهمها بالطريقة اللي حتوصله كمتلقي. أوكي. طيب إيه الفرق بين الفن التشكيلي والفن البصري؟ هو الفن التشكيلي يندرج تحت الفن البصري، لكن الفن البصري بيتشعب أكتر من الفن التشكيلي. الفن التشكيلي هو أنه تستخدمي مواد محددة عشان تشكلي شيء معين، زي الخطوط، الألوان، مواد معينة زي الطينة للنحت، زي التجميع بالصور والفوتوغراف. أما الفن البصري ممكن يدخل في زي مثلا فن الفيديو. أوكي. هو شيء بصري، مش شرط يبقى في شيء ملموس علشان تعملي النتاج الفني اللي هتعمليه. طب شهد، انت ايه حكايتك مع الفن؟ بدات ازاي؟ يعني هل هي مثلا موهبه من وانت صغيره؟ لان احنا كمان عارفين ان انت درستي حقوق. أوه. وبتشتغلي محاميه. هو انا مش بشتغل محاميه، انا حاليا بشتغل كرسامه رقميه. اوكي. لكن انا فعلا تخرجت من حقوق قانون انسان، قانون وحقوق انسان. واتدربت فتره، لكن ما يعني كان صعب شوي مزاولة المهنة، مهنة المحاماة في غزة للفتيات خاصة. فيعني تفرعت في شغلات أخرى، وكان يعني تركيزي أكبر على الفن صراحة في هذيك الفترة، من مشاركات وممارسات أنا كنت أمارس الفن يعني مع نفسي أو في أوساط محددة فنية. فشوي حدت عن طريق ممارسة مهنة المحاماة. وليه بيكون صعب ان انت تمارسي المحاماة كفتاة في فلسطين؟ اسباب عديدة، يعني هي اغلبها اسباب فكرية وعقائدية يعني واجتماعية. زي انه البنت ما ينفعش كتير تخلط في هذا المجال اللي هو بيكون مليء بالذكور، سواء في العمل، حتى في السجون اذا بدي احكي لك. غير انه في قواعد محددة في اللبس، في المظهر، لازم تلتزمي فيها بالمحاكم. اوكي. طيب انت اتفرغتي خالص دلوقتي للفن؟ يعني تقدر تقولي هيك. وابتديتي تحسي ان انت عندك الموهبة دي من وانت قد ايه؟ من وانا صغيرة، يعني ما بقدر احدد لك متى بالضبط، لكن كان عندي، كنت دايما امارس الفن والكتابة كمان، انا بكتب اصلا. فكنت أرسم وأكتب من عمر صغير، ويعني مع الوقت بتبدأي تكتشفي هذا الشيء أكتر وتعرفي هو وين ممكن يوديكي، أو أنت عن طريقه إيش بتقدري تحكي، إيش بتقدري تقولي، تعبري، توصلي. فبتكتشفي أنه هو أكتر من موهبة وبس يعني. طب أنت اللي أخذتي بالك من موهبتك ولا أهلك؟ لا، الاثنين حقيقة. يمكن أنا بالأول، وأكيد أهلي كانوا دايما بيدعموك. طبعا أكيد هم الداعمين، هم أول داعم إلي في الموضوع. طيب شاهد، قولي أنت بتحسي أن أنت بتنتمي لأنهي مدرسة في الفن؟ صراحة هو أنا شخص كتير متشعب ومتفرع، يعني السؤال هذا مش هعطيكي عليه إجابة دقيقة، لكن أغلب الشغلات اللي أنا عملتها هي بتروح مع المدرسة التعبيرية. أوكي. والواقعية.
اشرحي لنا بقى المدرسه دي بتبقى عامله ازاي. هي انه انت اولا الواقعيه اللي هي بتبقى شيء مفهوم، يعني انت لما تنظري عليه او تشوفيه بيبقى شيء واقعي، يعني بيشبه الحياه اللي انت بتعرفيها الواقع، يعني ما بيبقاش الانسان عينه هنا وعينه هنا، دي مثلا زي التجريد او زي التعبيريه اللي كتير تعبيريه يعني، فهماني؟ بيبقى واقعي، شيء معقول وبيشبه اللي عيننا متعوده تشوفه في الحياه العاديه. اما التعبيريه فهي انه انت مش بتصوري، يعني مش بتنقلي من صوره حقيقيه وبتحطيها في رسمه. طبعا خيال ممكن اوكي، انت تجمعي مشهد، ممكن انت تخترعي مشهد، ممكن تصوري مشهد وبعدين تنقليه، يعني الفكره انه انت بتكرياتي المشهد اللي حترسميه. اوكي طب انت شاركتي في معارض بره مصر، احكي لنا عنها. أيوة. شويه. كان في معرض، انا اولا بدات مشاركاتي من غزه. اوكي. ده يعتبر بره مصر طبعا. المعرض اللي شاركت فيه في مصر هو ليتني شمعه، اللي هو المعرض الاخير. شاركت ايضا في معرض في ايطاليا اسمه Out of Place، بيحكي عن الهجرة القصرية أو النزوح القصري حول العالم، بيجمع 160 فنان لاجئ بيحكوا عن تجربتهم مع الهجرة القصرية. وهذا المعرض لسه مستمر على فكرة، هو يعني بدأ في شهر ثلاثة لحد شهر ستة، يعني حينتهي هذا الشهر. وفي معارض قادمة حتبقى من ضمنها أنا مشاركة فيها كوميكس، يعني قصص مصورة، حتبقى في ألمانيا وبريطانيا وفي رام الله برضو فلسطين. طب وانتي بتفضلي رايحة وجاية بين مصر وفلسطين؟ لا، هو هذا سؤال انتي دخلتي على حتة يعني محتاجة شرح. أنا مش بفضل رايحة وجاية، أولا احنا عندنا في غزة صعوبات سفر كتير عميقة من قبل الحرب طبعا، فما كانش اصلا السفر سهل. لكن انا فعلا انا زرت مصر قبل هيك عده مرات، واصلا احنا يعني لانه ما عندنا مطار فاحنا بنستخدم مطار القاهره. احنا في غزه المطار اللي بنسافر منه هو مطار القاهره، فاحنا دائما بنمر عن مصر، يعني سواء رايحين غزة أو راجعين من غزة، مصر هي محطة إحنا لازم نمر عنها، حتى لو مش هندخلها أو مش هندخل المدينة ونتجول فيها، لكن إحنا أكيد نوصل القاهرة عشان مطار القاهرة أو طبعا مطار اسكندرية أو أيا كان. فإحنا دائما يعني إلنا رجل زي ما بنحكي بالفلسطيني على مصر. تنوروا دايما. ميرسي. طيب إحنا معنا كام لوحة ليكي، عايزاكي تشرحي لنا تفاصيلها أكتر، ممكن؟ أوكي أكيد. أوكي. هاي اللوحة هي كانت سكتش أصلاً، بس أنا عملتها على برينت وشاركت فيها في المعرض الأخير اللي هو ليتني شمعة. هي بعنوان Reflecting Home، يعني انعكاس البيت أو نعكس البيت أو المنزل، وهي بتحكي بتخدم نفس الفكرة تبعت المعرض اللي هي النزوح القصري أو الخروج من البيت، التهجير القصري، اللي هي الفلسطينيين دايماً يعني ولا طالما تعرضوا لهذا الشيء من أيام 48 ولحد الآن. فهي بتظهر فيجرز مش واضحين، يعني أشكالهم مش مهم كتير تكون واضحة، لأنه أصلاً لما بيحصل التهجير القسري في حق شعب معين، يعني مرتكب هذا الشيء ما بيكونش يقبه أصلاً بالشعب الضحية في هذا الموضوع. فهم بيعكسوا البيت، يعني هم واقفين وزي ما أنت شايفة كأنه في تحتهم مثلا مراية أو 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 مية أو أيا كان، يعني مش شرط يبقى عنصر واضح وثابت في الفن، لكن هم بيعكسوا بيتهم، لأنه هم وين ما بيروحوا يعني هم انعكاس لبيتهم. هاي اللوحة الأخيرة اللي شاركت فيها في ليتني شمعة وأنجزتها في القاهرة، هي زيت على كانفاس. و أنا دايماً بحب لما أحكي عن هاي اللوحة أسأل اللي شايفها هو شايف إيه بالضبط. فهي فعلياً مش عارفة إذا أنت حتقوليلي، قوليلي بالأول أنت شايفة إيه؟ أنا حسيها كأن مثلاً واحد علم، يعني كأن ده الماستر بتاعه أو أن ده المدرب بتاعه. وبعدين أنا هحكي لك قصة. قولي ما هي قصة في النهاية. وأن ده كان بيتمرن عنده وبعدين بعد كده هجمه. أيوة.
هو وجهة نظر يعني، ما اقدرش اقول حاجة. بس هي شوي بعيدة، هي وشوي على جاد فاذر يعني. هو طالع شبهه صدفة. لا بس صدفة. هو بيعكس العالم يعني، اذا بدي احكي العالم الغربي بس انا مش حابة اعمم بهذا الشكل، بس حابة ابين كيف انه في فئة او جزئية من العالم بتظهر بمظهر يعني زي ما انت شايفة. هو جنتلمان لابس كويس، هيز ويل دريست، لكن هو مسلح، هو يعني مش حد مكنوناته كويسة. بالمقابل قدامه حد، هما في حلبة يعني، هما في باتل، unfair battle عنوان اللوحة، حلبة المصارعة. أيوة أو حلبة يعني. بس هو الثاني مش مسلح يعني، he's only fist fighting بإيديه، ومش لابس كويس يعني، دليل على يمكن تواضع حياته يعني، فهماني؟ لكن هو برضو مش ضعيف يعني، اذا بتلاحظي بنيته او صح. وقفته او مواجهته، هو يعني واقف مش خايف. مش خايف بالضبط. فهم في صراع، وهذا الصراع احنا بنشوفه دائما في كل مكان يعني في العالم الان. هو انعكاس طبعا، بما اني انا فلسطينيه، انعكاس للي احنا بنعيشه. والتاني برضه لابس التاكس ولابس البدله. أيوة. وهو اللي معاه المسدس يعني. أيوة. هي ممكن تتفهم في كتير بكتير شغلات. بالزبط. ما هداك هو الـ يعني الايفل جاي، هو الشرير. ايوه هو، وهداك هو صاحب الحق يعني. والدليل وقفته او ظهوره وتعبير جسمه. ايوه ودي كمان من ضمن السلسله اللي كنت بشتغل عليها لمعرض اوت اوف بليس. هم ناس برضو حاملين بيتهم معهم، حاملينه لانه احنا لما طلعنا من بيوتنا كان يعني كنا نتمنى لو نقدر نحمل البيت. لكن ما كانش ينفع. فهي يعني هيك سكتش عن هذا الموضوع، او لوحة عن هذا الموضوع. وبرضو نفس الموضوع انه الفيجرز مش واضحين او مش كتير مهمين. هم مهمشين اصلا في القصة، هم مهمشين في قصتهم. وبس يعني. وهذا كله أنا عملته أصلاً قبل الحرب الأخيرة. هذا كان في شهر 3 2023، والحرب قامت في أكتوبر 2023. فهذا كله قبل الحرب. كنت يعني بعكس أو بعبر عن هجرة 48، أيام النكبة الفلسطينية. فأصلاً الأعمال هاي قبل ما أنا شخصياً أعيشها، كانوا عائلتي أعمامي وأجدادي عاشوا هذه القصة. إحنا أصلاً مهاجرين من يافا إلى غزة. فكنت بحكي عن هذا الموضوع لحد ما فعلا حصلت وأنا عشته يعني، أنا عشته شخصيا. طيب إحنا معنا كمان بيس تشرحيها لنا. هاي القطعة هي كوميك أو قصة مصورة، بتحكي عن قصة الطفلة الشهيدة هند جبر، اللي كان لها المكالمة المشهورة اللي انتشرت على السوشيال ميديا وهي بتطلب النجدة من مسعفين الهلال الأحمر. فأنا رسمتها وأخذت شوي من حوارها. طبعا الحوار كان أطول من يعني اللي أنا تناولته في العمل، لكن أجملت الفكرة يعني على قد ما بقدر، وهو تخليدا لإلها. هي طبعا القصة كانت مؤثرة جدا. طبعاً. وكانت طبعا معانا كمان هنا في ترانز في البرنامج. واتكلمنا عنها في وقت طويل قوي من أيوة. البرنامج. أيوة. طيب انت يا شهد، فكرة اللوحة بتجيلك ازاي؟ يعني انت قلتي لي ان معظم اللوح دي كانت اساسا قبل الحرب الأخيرة في اكتوبر. فانا عارفة ان طبعا انتوا كفلسطينيين، غير ان انتوا شعب طبعا مثابر وصبور جدا واستحملتوا حاجات كثيرة قوي. بس احنا بنحس ساعات ان انتوا من كتر ما انتوا عشتوا في الحاجات دي كتيره جدا بقيتوا اقوياء جدا غير البشر. فانا برضو عايزه اعرف انتي بتفكري ازاي؟ يعني بتجيلك ازاي الفكره بتاعت اللوحه؟ هل مثلا حاجه لازم تكون حصلت، ولا حاجه سمعتي عنها من جدودك واهلك، ولا حاجه عشتيها، ولا مش لازم اي حاجه من ده؟ هو مش لازم اي حاجه من ده، هو عادي يعني. الفنان بشكل عام بتجي الافكار. لا انا بكلم عن شهد. اوكي، ما انا أوكي. بحكي عن شهد أوكي. او عن اي فنان اخر. انا يعني البروسس هي صح بتختلف بتفاصيلها الدقيقه من شخص الى اخر او من فنان الى اخر، لكن هو اللي بينتج فن اكيد بده ياخذ او يتلقى المعلومات من بيئته او الحياه الخارجيه صح. اللي هو
محيطه، فأكيد أكتر المواضيع اللي هو بده يتناولها حيميل أنه يتناول الشغلات الأقرب إله أو اللي بتحصل معاه أو تحصل لجماعة الناس اللي هو منهم أو كذا. لكن هو ممكن برضو أنه يعني يجود ويبعد ويتناول قصص أخرى، ويعني ما فيش. وده اللي بيحصل معك؟ ممكن مرة، ممكن اثنين، ممكن مرة ثالثة لا، فهماني؟ يعني هو مش موضوع له قاعدة محددة. طب شاهد، احكي لي عن تجربتك الإنسانية في الحرب وقت ما كنت موجودة هناك. هي مش تجربة إنسانية، هي تجربة لا إنسانية مبدئيا. يعني قصدي مشاعرك. فهماكي كإنسان حاسة. لا، هي تجربة يعني لا توصف بالكلام، هي أصعب من أنها توصف بالكلام. اسأليني أكتر عشان أنا أقدر أكون محددة. يعني إحنا بناخد المعلومات من اللي بنشوف من على السوشيال ميديا ومن على التلفزيون. بنشوف مآسي طبعا جامدة جدا، يمكن مفيش إنسان يقدر يستحملها. والشعب الفلسطيني بنحس إن هو زي ما أنا قلت لك قبل كده كأنه في قوة وصبر ربنا مديها له لوحده. فأنا ببقى عايزة أعرف، والمشاهدين طبعا، إنه اللي عاش وشاف الحاجات دي بعينه في الوقت ده ايه هي تجربته؟ انتوا بتصحوا على ايه وبتناموا على ايه وبتفكروا في ايه وبتعيشوا بايه وبتبقوا خايفين من ايه من حد كان موجود هناك؟ شوفي، هو انا ما بحبش، ولا كلنا يعني كل الناس اللي عاشت هذا الشيء ما بتحبش، فكره اللي هو التعظيم الشديد للفلسطيني كنفسيه وكتحمل وكصبر، لان الفلسطيني هو بالنهايه انسان. يعني أي إنسان آخر كان حيعيش نفس الظروف، كان حيمر بمشاعر أكبر من قدرته على التحمل، والفلسطيني كذلك. تمام؟ يعني ما فيش فكرة اللي هو الفلسطيني بقى أقوى وبقى غير عن البشر، لا، الفلسطيني بشر زيه زي التانين، لكن هو دائما تحت صعاب ودائما تحت ويلات، وهذا الشيء يعني مش ضروري يخلي البشر أو العالم يشوفوه أنه معلش ما هو متعود فحيتحمل لأنه هو أقوى منا. لا، مش صحيح خالص. لا طبعا ما بنقولش كده، بس صحيح. أنا قصدي إن إحنا بنشوف برضو أطفال صغيرة. أنا بقولك على المشاهد اللي بتتسهر طبعا على السوشيال ميديا. بنشوف أطفال صغيرة ممكن يكونوا سامعين قصف وضرب. وعادي إحنا بنشوف يعني الولاد هنا والبنات هنا لو سمع بومبا في العيد في الشارع ممكن يتخض يتسرع. لأنه هو ببساطة مش متعود. بالضبط طبعا. ومش متوقع. أما الفلسطيني هي طبيعي يعني تنبني معك قوة احتمال أكبر. الإنسان دائما بيتعود أو عنده القدرة على التلاؤم مع اللي بيحصل معه، لكن هاي الفكرة ما يعني مش المفروض تخول العالم إنه ينظر للفلسطيني إنه هو عنده قوة خارقة قادر يواجه فيها هاي الظروف الصعبة، ليس كغيره من البشر الآخرين أو الأعراق الأخرى أو الجنسيات الأخرى. لا، مش صحيح. فهماني؟ فاهمة الفكرة اللي أنا حابة أوصلها. فاهمة قصدك. أيوة، بس إحنا بنشوف إن أنتوا طبعا. شوفي، هو بصي أنا عارفة يا شاهد إن لما ربنا بيحط الإنسان في موقف بيطلع أحسن حاجة عنده علشان خاطر، أو بيتحمل بأكتر حاجة عنده عشان خاطر نفسه وأهله وبيته وأطفاله وكل حاجة. بس في نفس الوقت إحنا بنشوف برضو مشاهد يمكن العالم كله ما شافهاش في حاجة ولا في حتة قبل كده. شوفي، هو الفلسطيني ما عنده خيار إنه يبقى ضعيف، لازم يبقى قوي، لأنه هو مش بيعرض نفسه بس، يعني أو مش بيقاوم عشان نفسه بس، هو بيقاوم لأنه في، لأنه هو يعني هم كل الشعب الفلسطيني وحدة واحدة لا تتجزأ. فأنا لما اليوم بدي أضعف غيري حيضعف أو حيبان أنه لا، إحنا عزيمتنا ضئيلة أو صغيرة أو كذا، فإحنا ما فيش خيار، إحنا لازم نبقى أقوياء. طيب قوليني شهد، أنت شايفة أن إيه أكتر لوحة قريبة من قلبك كنت حاسة أن هي قريبة من القضية الفلسطينية أو من الشعب الفلسطيني؟ هي اللي كانت Reflecting Home و Carrying Home اللي قبل شوي عرضناهم، لأنهم يعني هم أصلاً عبروا عن الحالة اللي أنا عشتها قبل ما أعيشها أنا شخصياً، وبعدين لما حصل اللي حصل كانت في محلها يعني جداً. شهد، طيب انت بتحسي ان اي نوع من اي فن ممكن يعبر عن الاحداث اللي بتحصل في فلسطين دلوقتي؟ طبعا، اكيد طبعا، الفن دايما بيعبر عن الانسان وعن البشر. على مر العصور الانسان استخدم الفن كوسيله وكلغه انه يوصل مشاعره وافكاره وكل الاشياء اللي هو احيانا ما بيقدرش
يعني يحكيها مثلا، خلينا نقول بشكل مباشر. فبيستخدم الفن حتى زمان، يعني كانوا الإنسان زمان كان ينقش على جدار. على الجدران وفي الكهوف، وإحنا أصلا عرفناهم الآن، عرفنا هاي الحضارات أو هاي الأزمنة عن طريق هاي النقوش اللي هم عملوها. فطبعا أكيد الفن دايما وسيلة لأنك تحكي عن نفسك أو توثق أو ترسخ شيء معين. الفن هو اللي بيعكس الواقع ولا الواقع هو اللي بيعكس الفن؟ الاثنين. يمكن الواقع، أكيد الواقع هو اللي بيصنع الفن، لكن كمان الفن هو أداة للتأثير على الواقع. أوكي. لكن إحنا بنبدأ من الواقع، فالإنسان بيجي بينتج فن، بعدين بيحور هذا الفن وبيصنع نظرة معينة ممكن فعلا تأثر في الواقع. فهي يعني علاقة بتأثر في بعض من الاثنين، من جهتين. تنفع كده وتنفع كده. أيوة، تنفع كده وتنفع كده، لكن أكيد الواقع هو اللي بيصنع الفن. شهد، أنا كنت مبسوطة قوي إن أنتي معايا النهاردة ونورتيني، ولوحاتك تجنن حلوة شكرا. قوي، وربنا معاكي وتقدري دايما تكملي وتعكسي إحساسك دايما بالطريقة الحلوة دي، ونورتيني جدا النهاردة. شكرا. ميرسي يا شهد. ميرسي. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهارده. نشوفكم في نفس الميعاد يوم الاربعاء الجاي ان شاء الله. باي باي.